بسم الله الرحمن الرحيم. دي التجربة رقم 3 في الدوام. التجربة دي بتعمل ايه؟ هتحاول تثبت قانون كيرشوف للتيار. القانون ده بيقول ايه؟ ان التيارات اللي جوه اللوب المختلفة عند العقدة في الاخر مجموعهم هيتساوى. يعني هنوصل الدائرة المرسومة في البتاع ده، هنوصل الدائرة المرسومة في الشكل. الدائرة دي فيها 3 لوب، اللوب الاولاني، اللوب التاني اهو، واللوب التالت اللي هو اللوب ده كله، تمام؟ المفروض ان التيار هنا هيساوي مجموع التيار هنا زائد مجموع التيار في اللوب ده، تمام؟ هنوصلها ازاي؟ هوصل هنا مثلا مقاومة 2 اوم وهنا مقاومة 1 اوم. انا ما عنديش مقاومة 2 اوم في المعمل، فهعمل ايه؟ هنا هوصل مقاومتين اوم 2 اوم مع بعض على التوالي، ودي مقاومة اللي هي دي هي 1 كيلو اوم، وديت اللي هي ديت. يعني المقاومة دي مع على التوازي مع دولة، ودي على التوالي. هوصل 3 اميتر زي ما مكتوب، اول اميتر اهو، تاني اميتر اهو، تالت اميتر اهو. هنا اول اميتر متوصل مع المقاومة 2 اوم اهو على التوالي معاها، والاميتر التاني متوصل مع المقاومة 1 اوم على التوالي معاها اهو، والاميتر التالت متوصل مع المقاومة المتوصلة على التوالي اهو. هبدأ اشغل الاجهزة واسجل النتائج في الجدول ده. يبقى هنا التيار هنطير، خد مجموعه هنا وهنا يساوي هنا، والمجموعه هنا وهنا يساوي هنا، والمجموعه هنا وهنا يساوي هنا، والمجموعه هنا وهنا يساوي هنا، وبكده كنت حققت قانون كيرشوف.